وانت عايز تتجوز دكتوره ليه؟ تحليب لك البهايم ولا تنضف لك الزريبه؟ كفايه عليك فادي. اي والله صح يا عمي، والله ولا ليه عافيه. سكت عليا يا حاج ابوك. مقصودش انا اجيب ايه، مقصودش والله. انا بقى ما بقتش طايقك، قعدتك ما بقتش تلد عليا. خايف الموت يا جرحي؟ حدا يا عيال عايز اربيها انا جبيه. شاهد على روحك. عملت على روحك ولا لا يا؟ ها؟ وريني يا؟ مش سامع صوتك ليه؟ اعمل حسابك المرة الجاية هبقى معملها صح. قول لي يا ضب حرق ابوك، مين عندينا في كلية الطب؟ الست منة بنت عمك وخلف واد رضوان وملاك واد مكرم الصايغ. ايوه اياه، الواد خلف دي هو اللي هيعرف يقول لي مني بتقابل مين وبتتكلم مع مين في الكلية. عملت على روحك يا ياد، عملت على روحك يا ما بتضحكش ليه؟ مجنون انت اياك، ايه اللي جابك؟ ما اقدرش يا منى، توحشتك. اسمهان قالت لي انك عيان وعندك برد. ما يحوشتيش عنك غير الموت. لو جه ابوي ومسكك هيقتلك. هتزعلي علي لما اموت؟ مش قوي قوي، حباب صغير دنشك ده. تكفيني الدنشة دي، معيش غيرها. شايف؟ عجبك كده؟ بكفاياك بقى، يلا روح، انت تعبان. لما شفتك الهيام رمح في جسمي رمح. دنيا يا حلاوة يا حلو لو يا حلا. بقول لك ايه، لوح انت دلوقتي وانا هبقى اكلمك. ماشي تجملي بقى. ازيك يا خايمة؟ ازيك يا روح، عامل ايه؟ اقعد اقعد، انا عايزك. انا كمان عايزك. مش انا عرفت بقى ليلى كانوا ماسكينها في الاسم ليه؟ لا لا، اول نعم واحد حبيبي كده زيك قلبي. بقول لك يا خايمة، قول. في واحد طلطة حبيبك زيك عايزك قوة. قوة؟ اه. قوة فين؟ عند المعلم شعبان. ايه ده، المعلم شعبان بذات نفسه؟ اه يا سيدي. يلا نروح له، يلا. يلا. تعال. لا، ما المعلم شعبان من هنا. لا، ما احنا هنروح له من هنا. من هنا؟ اه. طب يلا. يا حلوش، انت وحشتني يا روقة، ما شفتكش من زمان. هاي الدنيا كده يا سيدي. هلا. ده زميلي وكان جاي يطمن عليا، اصل عندي برد. لا واضح. بص يا استاذ، انت من مصر وهتقدر موقفي. انا زميلها في الكليه وبحبها قوي، والحب مش باليد يا خال. اللي يحب حد ما يأذيهوش، انت كده بتأذيها. افرض ابوها عارف ولا حد شافها، اعمل ايه يا خال؟ الشوك طير عقلي والله. بلاش كلام فاضي، لو بتحبها بجد ما تعملش كده تاني. يلا روح. بكفاياك يا خلف، يلا روح. مع السلامه يا منى. ينفع كده يا دكتورة؟ قدامك.